السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده يعتبر فيديو مهم، فقبل ما نبدا كده على طول اعمل سبسكرايب او اشتراك من تحت وفعل الجرس وما تنساش تدعم النور بلايك للفيديو. ويلا نبدا على طول. في سنه 2011 كان في منشاه ابحاث وتطوير للسوفت وير بتعمل حاجه زي تطبيق سري او حاجه مش نعرف لسه ايه. وبعدها بثلاث سنين ابريل 2014 يخرج للنور التطبيق الاكثر شهره لمحبي التصوير من مستخدمي الاندرويد والمعروف دلوقتي باسم جوجل كاميرا. خلاصة شغل سنين على الالجوريزم الخاصة بالتطبيق واللي هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي او الاي اي او الارتفيشال انتليجنس في الكالر ساينس، وبتستغل كل امكانيات الهاردوير بتاعت الموبايل او اللي هي الكاميرا الموجودة في الموبايل او من المعالج تديك افضل نتائج ممكنة في الصور. طبعا كلنا عارفين ان جوجل بتعمل موبايلات وعندهم سلسلة وحيدة باسم بيكسل. طيب تمام، عاوزين بقى تطبيق جوجل كاميرا الجميل دوت. لا يا صاحبي، هي مش بالسهولة دي، لان هنا عندنا مشكلة ان تطبيق جوجل عاملاه لهواتفها او موبايلاتها بس، والاوبتمايزيشن اللي معمول دوت مخصص للكاميرات بتاعت موبايلاتهم مش لكل هواتف الاندرويد، مش لكل الناس زي باقي خدمات جوجل طبعا اللي هي متاحه لكل الناس. قعدنا بقى احنا نفكر هنعمل ايه، لقينا حل. احنا ناخد تطبيق جوجل ده هنسرقه وهنعدل عليه كمان شغل هاكرز وكده، بس الهاكرز اللي هم الطيبين. المهم ان هنعمل دلوقتي نسخه معدله من تطبيق جوجل كاميرا، وهنوهم كده السوفت وير ان الموبايل اللي هو شغال عليه دلوقتي هو احد موبايلات جوجل بيكسل. طيب حلو قوي القصه دي، صح؟ يلا بينا بقى على طول ننزل جوجل كاميرا نسخه 2021 او اللي هو الاصدار الثامن. وبرده هقول لكم تنزل التطبيق باكتر من طريقه، وفي الاخر في كام تريكايه وفي شرح بتاع الابلكيشن من جوه، كل حاجه ان شاء الله، والاعدادات تظبطها ازاي، الحاجات الضريه وكل حاجه. فالقصه الجميله الصغيره اللي حكيناها لك في الاول دي مش عشان الترفيه ولا حاجه، عشان اوصل لك بس فكره ان ده تطبيق غير رسمي، تطبيق متعدل عليه، معمول في الاصل عشان موبايلات جوجل بيكسل بس. فعادي جدا لو نزلت نسخه او بورت زي ما بيسموه من جوجل كاميرا ولقيتها مثلا فيها مشاكل، تطبيق بيعمل كراش او الصور مش مثلا بيصور، الفيديو مش شغال، او التطبيق نفسه مش عاوز يفتح اصلا من الاساس. خليك عارف ان دي مجرد يعني احتمالات، مش عاوزين نكون متشائمين، بس بفهمك الدنيا هتمشي ازاي. ان شاء الله التطبيق اللي هننزله هيشتغل تمام معاك، ولو يعني ما اشتغلش بتمسحه وبتجرب بورت تاني. الموضوع تجربه. عشان ننزل جوجل كاميرا محتاجين نتاكد ان موبايلك في دعم الحاجه اسمها كاميرا 2 اي بي اي. من غير ما ادخلها في تفاصيل كتير عن ايه الاي بي اي والدنيا دي كلها، موضوع كاميرا 2 اي بي اي دوت اللي هي بتخلي التطبيق او بيخلي سوفت وير يتحكم في كل وظائف الكاميرا، يبقى يعني في اكسس كامل على كل حاجه في موبايلك وتحكم في الاعدادات بتاع الكاميرا كلها، ودي تعتبر لازم تكون موجوده عشان التطبيق او جوجل كاميرا يشتغل. خلينا نسمع كلمتين بسرعه من سبونسر فيديو النهارده. موقع لاكي اي جي دوت كوم هو اعلى موقع كاش باك في مصر. كل ما تشتري عادي من سوق او جوميا زي ما انت متعود بيرجع لك كاش باك على مشترياتك. تقدر تشحن بيه رصيد لموبايلك من خلال تطبيق لاكي، او تسحب الكاش باك على حسابك البنكي او من منافذ امام. موقع لاكي اي جي مفيد جدا وانصح باستخدامه لانه بيكسبك ومن غير ما تخسر اي حاجه. بيسجل حساب مجاني وبتكسب 50 جنيه فلوس ببلاش. وفي دلوقتي عرض ضعف الكاش باك على سوق جوميا، ما تنساش تتابعهم على الانستجرام عشان ما يفوتكش العروض الجديده اللي بتنزل. هسيب لك رابط التسجيل تحت الفيديو في الديسكربشن، ولو عندك اي استفسار تقدر تسالني على رسائل الانستجرام. يلا بينا بقى على طول، هندخل دلوقتي على جوجل بلاي وهننزل تطبيق اسمه كاميرا 2 اي بي اي برو. المهم ان انا هبقى اسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، ما تقلقش. استنى بقى لما التطبيق كده هو يحمل ونعمل اوبن. هو تطبيق صغير عامه، اول اهي في كام تاب، في 3 تابس بالظبط في البرنامج دوت، وهتلاقي كلام خزعبلي شويه، كلام كتير كده بالانجلش مكتوب. على فكره كل الاول تاب ده بتاع الكاميرا بس، يعني كل الحاجات ديت هي السيتنج بتاعت الكاميرا بتاعت موبايلك، وديت اللي هو بيتحكم فيها كلها اللي هو جوجل كاميرا. المهم هنبص اهم حاجه، بص سيبك من كل دوت ما تقلقش، هو كله كلام سهل عامه، بس خلينا في تالت واحده ديت اللي هي هاردوير سبورت ليفل. انا مثلا عامل صح على علامه ليفل 3، ممكن انت موبايلك يبقى حاجه تانية، بس انا بقول لك برضك انت ممكن مثلا يبقى الحاجه المعموله عليها صح يا فول او ليميتد. ليجاسي دي حاجه وحشه، يعني يا ريت ما يبقاش ليجاسي، ده معناه ان كاميرا 2 اي بي اي كده مش شغاله على موبايلك او مش مدعومه، وكاميرا 1 اي بي اي او اللي هو الاصدار السابق هو اللي موجود. وعلى فكره ممكن حتى لو هو ليجاسي او ما عندكش اصلا كاميرا 2 اي بي اي، ممكن تعدل انت او تنزله بنفسك، بس لازم تكون عامل روت للموبايل بتاعك، فدي قصه ثانيه. بس ان شاء الله ما تقلقش، يعني انت احتمال كبير ان موبايلك هيبقى ليفل 3 او 4،
او على يعني على اسوأ احتمال ممكن يبقى ليفل. بص معنى الحاجات دي بسرعه، ليفل 3 دي اللي هي اعلى حاجه كده تمام، كاميرا 2 اي بي اي موجوده ويعني كل الاوبشنز متاحه وزياده، فول كل الاوبشنز متاحه، انما ليفل 3 متاحه وزياده كمان، ليميتد شويه متاح وشويه لا، وليجاسي دوت اللي هو في الضياع خالص. طب تمام دلوقتي اتاكدنا وكله تمام، هنروح بقى على التطبيق اللي بعده، وبرده هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن، وديت اول طريقه وتعتبر الاسهل يعني، ديت الخلاصه، انا الخص عليك الدنيا كده اهوت. التطبيق اسمه جي كاميتور او كده يعني، دي مش كلمه، عاملين ميكس كده بين كلمتين. اول ما نفتح التطبيق يبقى بالشكل دوت، اول حاجه بيعمل تشيكنج الاول في تحت، لو بصيت تحت في البرنامج هتلاقي في اربع تابس، في كاميرا 2 اي بي اي، وفي يور جي كام، وجي كام داتابيز، ومور ابس. مور ابس دي مالناش دعوه بيها. هروح بقى للتاب اللي بعده اسمه يور جي كام تشيكنج. بص الاول كده بيشيك اوتوماتيك على نوع الموبايل، بص جاب هو لوحده. طب بيتعرف على نوع الموبايل، مكتوب اهو ديفايس مانيفاكتشر شاومي، وكاتب الموديل بتاع اللي هو ده بوكو، بس هو كاتب بيكتبه اسم الموديل يعني، هنا مثلا موديل الموبايل ده ام 2007 جي 20 سي جي، والاندرويد فيرجن طبعا هو اندرويد فيرجن 10، واب فيرجن اللي هو جوجل كاميرا الاصدار الثامن اللي هو في 8.1 بس ما يعتبرش مستقر جدا، ففيرجن 8 ده يعتبر يعني احدث اصدار 2021 مستقر. هنضغط على انستول بس، مفيش غير زرار واحد بس، وهو زي ما انت شايف قدامك هو بيعمل الشريط ده وبيعمل داونلود. هنستنى لما الداونلود او اللي هو التحميل دوت يخلص. التطبيق ده على فكره يا جماعه يعتبر عظيم جدا، وبيوفر علينا بحث كتير عن افضل بورد، لان هو لوحده اوتوماتيك كده بيجيب لك افضل حاجه لموبايلك. انا شايف الحقيقه ان دي حاجه خرافيه. دلوقتي ظاهر هو على الشاشه قدامنا اوبن اي بي كي، يعني كده خلاص نزل، مستعد ان احنا بقى نعمل سيت اب لجوجل كاميرا. والموضوع سهل جدا اهو، تافه هنعمل اوبن اي بي كي، وبعد كده هنعمل انستول عادي. وخلي بالك ممكن هنا يجي لك الرساله التعزيريه بتاعت السوفت وير اللي هي تنزيل برامج من تطبيق غير رسمي او غير مدعوم وكده، مفيش اي مشكله، اديله صلاحيات. التطبيق ده انا واثق فيه جدا، وفي مليون شخص محملينه، وما تنساش برضو ان احنا في الاصل ان احنا جايبينه من جوجل بلاي نفسه. وبس ظهرت هي علامه اوبن كده، مبروك عليك انت كده نزلت جوجل كاميرا او احدث بورت لموبايلك. وعايز تنزل برضو اصدارات اقدم من جوجل كاميرا برضو هسيب لك لينك تحت الفيديو في الديسكربشن، ده في مطورين كتير في الاصدارات القديمه زي فيرجن 7 او فيرجن 6. قبل ما نبدا بقى في تظبيط دلوقتي اعداد جوجل كاميرا اللي احنا نزلناه، الناس اللي ممكن ما تلاقيش جوجل بورت نعمل ايه؟ قدامهم دلوقتي الاختيارين، الاختيار الاول ان هم يروحوا لتالت تاب في نفس التطبيق هنا، وفي هنا جي كام داتابيز اسمها كده، وده اللي فيه روابط كتيره جدا لجوجل كاميرا لموبايلات تانيه. وهتشوف اولا نفس البراند بتاعك يعني، انت مثلا ريلمي سامسونج اي حاجه، وهتشوف الموبايل، المهم ان انت هتلاقي موبايل من نفس البراند ويعتبر قريب من الموبايل بتاعك، الرمز ده بقى موجود على العلبه، وممكن تعمل سيرش عليه هيجيب لك اسمه على طول في جوجل، فهتشوف اقرب موبايل من نفس البراند بمعالج قريب من بتاعك وهتنزله، وان شاء الله دوت هيشتغل معاك بدون مشاكل. في كذا طريقه ثانيه، ممكن تعمل سيرش على التليجرام هتلاقي زي مجموعات كتير على المستخدمين من نفس الموبايل وبرضك عندهم جوجل كاميرا، هتلاقي حد عامل شير ليه، او ممكن بقى تريح دماغك وتحمل تطبيق من القدام اللي قلنا عليه. دلوقتي هو هنفتح التطبيق مع بعض، واول حاجه بنلاقيها هنا اللي هي التبات اللي تحت، فدلوقتي هتروح عند كاميرا وهتضغط على السهم اللي فوق دلوقتي عشان نظبط الاعدادات قبل اي حاجه. هتضغط على علامه الترس اللي تحت دوت، علامه الاعدادات او السيتنجز. لو انت بتسال انا ليه لابس ساعة وبند في نفس الوقت، عشان دي فكرة فيديو شغال عليها ان شاء الله، لسه مش هينزل دلوقتي خالص، لسه شوية. دلوقتي اول ما نفتح السيتنجز هنا، اول اختيار ده هتفعله اللي هو سيفت لوكيشن، انا بحب اشغله الاختيار دوت اللي هو بيشغل الجي بي اس، والاختيار التاني اللي هو بتاع جوجل لينز متفعل باي ديفولت سوشيال شير. شوف السوشيال شير دي ايه اللي شغال، ان هنا مثلا عاملها انستجرام وواتساب وماسنجر، مثلا انا مش عايز ماسنجر. اول ما بتلقط صورة على طول بيبقى جاهزة ان انت ممكن تعملها شير لو عاوز على اي موقع من المواقع اللي تختارها هنا. هنرجع باك، والخانه اللي بعديها اللي هي الجستشرز مش عايزين منها حاجه دلوقتي. فريكوينت فيسز ديت شغالها تمام، بتدي الاولويه للصور للاشخاص، بس لو بتصور حد وعامل اوتو فوكس ما يروحش مثلا يفوكس سي على الزرع اللي قدامي، لا بيفوكس على الشخص. الجريد تايب، جريد تايب دي مهمه جدا، شغالها 3 في 3. بعد كده هنضغط على بقى ادفانسد في نفس البتاع ديت عشان اللي هي الاعدادات المتقدمه. اول تحذير اللي هو لو اللينز متوسخه بيديك زي تحذير، ماشي تمام. في برضك هنا اتش دي ار بلس كنترول شغالها. الاختيار اللي بعده را جي بيج كنترول شغاله برده. ديت الحاجات دي بتاع التصوير الاحترافي، انت عايز دلوقتي مش ملف جي بيج عادي، انت عايز را كمان عشان ممكن تعدل فيه على الصور بعد شويه. ماشي، بص بقى في الديفلوبر سيتنج، في هنا حاجه مهمه اخر اختيار اسمه كاميرا وايد كام، دي خلي بالك وايد انجل، هي يعني مش شغاله باي ديفولت يعني، مفيش وايد انجل، في زوم بس دلوقتي. انا لو شغلتها كده هبقى شغلت الوايد انجل، لو انت عايز وايد انجل
هتشغلها، بس يا ريت بعد ما تشغلها ترجع تاني برضو وتبطلها، عشان هتبقى هي الديفولت. يعني هو هيخلي الكاميرا الاساسيه اللي بيتعامل معاها هي كاميرا الوايد انجل، في هنا 4 كاميرات، فبعد ما تخلصها احنا عايزين الجوده بتاعت الكاميرا الاساسيه احسن. بس تمام، يعتبر غطينا كل حاجه، وعشان برضك ما نضيعش وقت الفيديو، ممكن دلوقتي بعض الهواتف تلاقي ان جوجل الكاميرا مثلا بتفاصيل اكتر، ولكن الستوك كاميرا او اللي هو التطبيق على الموبايل اوقات بيدي نتائج، يعني نتائج محترمه برضه، دي حاجه لازم تاخدها في الحسبان على حسب الموبايل اللي معاك. وبالنسبه للناس اشتغل معاهم التطبيق، يا ريت يكتبوا في التعليق كده تجربتهم عشان نستفاد برضك ونوع الموبايل بتاعهم. وخلي بالك زي ما قلنا بعض الاوبشن ممكن تبقى ظاهره عند ناس ومختلفه عند ناس، بس هي يعني نفس السيتنج اللي انا قلتها دي هتلاقيها عند كل الناس، ممكن مش بنفس الترتيب او مش بنفس الشكل عشان ده احدث جوجل كاميرا. الناس اللي مش هشتغل معاهم الطريقه دي في طريقتين تانية انا قلت لك عليهم، وبرضك هتلاقي الرابط تحت في الديسكربشن. وبس كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، ما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعنا على انستجرام وفيسبوك، رابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.